قصة إبراهيم وسارة عليه السلام مع الملك طوطيس صاحب مصر. قصة إبراهيم وسارة عليه السلام مع الملك طوطيس صاحب مصر. كان هذا الملك جبارا عنيدا شديد البأس مهابا، فلما جلس على سرير ملكه دخل إليه أشراف مملكته فهنؤوه ودعوا له، فأمرهم بالإقبال على مصالحهم ووعدهم بالإحسان إليهم. والقبط تزعم أنه فرعون إبراهيم عليه السلام، وأن الفراعنة سبعة هذا أولهم. قال صاحب التاريخ: لما فارق إبراهيم النمرود الجبار دخل مدينة مصر ومعه امرأته سارة، وكانت أحسن نساء العالمين في وقتها، وهي جدة يوسف عليه السلام. فلما جاء أبواب مصر رآها بعض البوابين على فترة، فرأى جمالا عظيما، فسعى إلى الملك فأخبره بما رأى، فأمر بعض وزرائه بالتوجه إليه. فلما اجتمع بطوطيس قال له: ما هذه المرأة منك؟ قال: هذه أختي. ثم التفت إليها فرأى حسنا كاملا وجمالا باهرا، فأمر بإخراج إبراهيم عليه السلام دونها، فخرج وهو يقول: اللهم لا تفضح نبيك في أهلك. وكشف الله تعالى لنبيه سراداقات الجدر وسطور الأبواب حتى رآهما، فلما راودها قالت: ويلك، إن وضعت يدك علي هلكت. فقال: كيف؟ قالت: لي رب عظيم عليم قادر يمنعك عني. فمد يده لها فجفت، فقال: إن ذهب عني ما أجد لم أعد. فعوفي. ثم أنه راودها ثانية فقالت: ها أنت قد جربت. فلما مد يده إليها ثانية جفت وضربت عليه أعضاؤه وأعصابه ضربا مؤلما، فحلف لها إن عوفي خلا سبيلها. فعوفي لساعته، فقال: يا سارة، ربك رب عظيم لا يضيعك. ثم أنه تأدب معها فاحترمها، ثم سألها عن إبراهيم عليه السلام، فقالت: هو قريني وزوجي. قال: قد ذكر أنه أخوه. قالت: صدق، أراد الأخوة في الدين، وكلا من كان على ديننا فهو أخ لنا. فقال: نعم الدين دينكم يا سارة. ثم أنه أرسل سارة إلى ابنته حورية وأمر بإكرامها، وكانت حورية بنت الملك من الحسن والجمال بمكان، فأكرمت سارة وعظمتها وقامت بمجدها. ثم أنها أضافتها وبسطت لها الأنس وحادثتها، فلما رفعت المائدة عمدت حورية إلى شيء من الذخائر النفيسة والجواهر الثمينة وجملة من عين المال. فلما اجتمعت بإبراهيم عليه السلام قال: لا حاجة لنا في هذا ولا في شيء منه، وأمرها برده عليها. فلما ردته تعجبت من أمرها وأخبرت الملك بذلك، فقال: هؤلاء قوم كرام وبيت طاهر. وقال: يا حورية، احتالي في برهما وإكرامهما كل حيلة. فقدمت لسارة جارية من أحسن الجواري القبطية، وهي هاجر أم إسماعيل عليه السلام، ثم عمدت إلى سلال ملأتها حلوى ودست تحتها جواهرا ومالا كثيرا، ودفعت إليها حليا مصوغا مكللا، ثم ودعتها. فخرجوا من أرض مصر سائرين، فلما عرسوا عمدوا إلى الحلوى ليأكلوا منها، فوجدوا تلك الجواهر، فحفروا منه البئر الذي جعلها للسبيل، وتصدق منه وأضاف، وادخرت منه سارة لبيتها. وكان دخول إبراهيم عليه السلام على الملك يوم الخميس، ولما دخلوا مكة وجدوها جدبة، فأرسلت هاجر فعرفت الملك بأمر حفر نهر في شرقي مصر بسفح الجبل حتى ينتهي إلى مرفأ الصفر في البحر المالح، وكان يحمل إلى مكة الغلال فتصل إلى جدة وتحمل من هناك إلى مكة، وأن جميع ما كان يصل إليها من البر في أيامه فهو منه. وكانت العرب وجرهم وقبائلهم يسمون طوطيس الملك السادوق،
وكان طوطيس قد سأل إبراهيم عليه السلام أن يدعو لبلده بالبركة والحفظ، فدعا لها فمصر في دعائه. وعرف إبراهيم عليه السلام للملك أن ولده سيملكونها ويصير أمرها إليهم قرنا بعد قرن إلى آخر الزمان، يعني ولد إبراهيم عليه السلام. ثم أن طوطيس لما أن تمادى أمره فتك في حكمه وقتل كثيرا من نسائه وبني عمه وخدمه وأقربائه وكثيرا من الحكماء والكهنة، وأباد الناس واستعبدهم، فكان حريصا على الولد، فلم يرزق غير ابنته حورية، وكانت عاقلة حكيمة تأخذ على يده كثيرا وتمنعه من سفك الدماء. فلما رأت من كثرة تجبره بالناس وظلمه أبغضته وأبغضت العامة والخاصة من أهل بلده. ثم أن ابنته حورية سممته فمات، فاجتمع رأي الوزراء والأمراء على تولية ابنته لما رأوا من إنكارها من أفعال أبيها وشفقتها على الناس، فأجلسوها مكانه. فلما جلست حورية بنت طوطيس على سرير الملك استقر بها الحال، وغدت واعظة ووهبت وولت وعزلت، ثم بعد ذلك أخذت في جمع الأمور.